الأعزاء المشتركين بالقناة على اليوتيوب في البرنامج التعليمي للأورغ. معكم الفنان توفيق الذهبي، عازف الأورغ والموزع الموسيقي في هذه السلسلة بأشهر الأغاني العربية والمغربية، وكذلك التعريف بالمقامات العربية. فالمرجو منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير من أجل دعمنا ولنواصل أكثر. اليوم غادي نديرو سلسلة من الدروس على مقامات، لأن العديد من المشتركين ما فهموش المقامات بشكل جيد. فالآن غادي نعملو كل مقام ونعملو على درجات مختلفة. يعني مثلا في هذه الحلقة غنديرو البياتي، والبياتي غنعزفو على الصول، على الري، على اللا، على الضو، يعني على الفا، حتى تاخذوا نبذة متنوعة، يعني نبذة منوعة عن هذا المقام البياتي. يعني يعزف في اللا والصول والري في درجات مختلفة، وتعرفوا عليه عبر التقاسيم، يعني حتى الطريقة ديال التقاسيم بالطريقة مبسطة. فابقوا معنا لتستفيدوا. فأولا مقام البياتي على الصول فيه يعني العلامات التالية، فيه السي بيمول والمي بيمول واللا بالربع تون، فيه السي بيمول والمي بيمول واللا بالربع تون، وكمرور المي بالربع تون. فكما قلنا العلامات اللي كتكون فيه هي السي بيمول والمي بيمول واللا بالربع تون. فغناخذو كما قلنا قانون طبعا كان هذا تقسيم بسيط للتعريف بالمقام، فنتمنى انكم تستفيدوا منه. والان غادي ننتقلوا مثلا للبياتي على الري. البياتي على الري اللي غادي تكون فيه في لي زالتيراسيون ديالو وهي السي بيمول والمي بالربع تون، غتكون فيه السي بيمول والمي بالربع تون، ف وكمرور السي بالربع تون. هنا غناخذوا مثلا ناي هذا فيما يخص بياتي على الري. فممكن او تنمشيو البياتي على الله، بياتي على الله تبدا من الله من هنا، وشي تكون من الربع تون في السي بيمول، عفوا بياتي على الله والربع تون يكون على السي، فما تكون بدون يعني علامات اخرى، فقط السي بالربع تون. فقط كمرور كيكون فيه الفا دياز بالربع تون، كمرور فقط.
هذا فيما يخص بياتي على الله. فممكن عاوتاني ننتقلوا بياتي مثلا على الفا، بياتي على الفا اللي غتكون فيه هنا العلامات اكثر، غتكون فيه السي بيمول والمي بيمول واللا بيمول والري بيمول، السي بيمول والمي بيمول واللا بيمول والري بيمول، يعني في علامات زائد الربع تون في الصول، الربع تون يكون على الصول. وكمرور يعني فقط مرور، وهي الربع تون على الري. فدابا كما لاحظنا يعني عزفنا على البياتي على الصول وعلى الري وعلى الله وعلى الفا، وممكن تعزفوا حتى على المي، هو غيكون اصعب اكثر الى مي الا خديتي الدرجات. ممكن تعزفوا على الضو مثلا، حتى هو غيكون صعب شويه. فنجربوا الان على الضو، فالضو غتولي يعني بياتي على الضو غتولي عندنا العلامه التاليه، وهي السي بيمول المي بيمول لا بيمول والربع تون على الري. غتولي عندنا السي بيمول المي بيمول لا بيمول والربع تون على الري، غتولي بحال هكا. وكمرور الربع تون على الله، الله في الربع تون. طبعا اليوم هذا فيما يخص البياتي على البياتي على اي نوطه، فقط درناها في درجات متنوعه حتى تاخذوا نبذه على البياتي كيف يعزف، شنو العلامات الموسيقيه، شنو الدرجات اللي تلعب عليها بزاف، يعني هذو هما الدرجات المهمه لاكثر الاغاني كتلعبوا. وطبعا ممكن كما قلنا تعزف البياتي على المي بيمول، ممكن على الري بيمول، ممكن على اي درجه يبدا منها البياتي، فقط حافظوا على نفس يعني الدرجات او على نفس الابعاد يلي كتحدد المقام البياتي. فنتمنى لكم الاستفاده، والى اللقاء في حلقات قادمه ان شاء الله.